سليمان، وضعك مو عاجبني بنوم، مزعوجة مشانك. يا سلطان روحي، وقت بشوفك مزعوج هيك حتى النفس بصير صعب إني آخده. أنا كتير خايفة عليك. هيام، ما بدي تقلقي أو تخافي علي لو شو ما صار معي، لأنه وجودك جنبي رح ينسيني أحزاني طول العمر. القوانين بتقول إنه لازم ناهد دوران تسافر مع الأمير كمان، ما لازم تضل هون. شو عم يصير يا مولاي؟ أنا فعلاً مو فهمانة شي. بس يجي الوقت المناسب بتروح يا هيام، وهلأ صارت هي وألفت خانم مسؤولين عن إدارته للحرم لك، فطولي بالك. أي مثل ما بتأمر. ما حدا فيكن بيعرف قديش أنا عم أتعذب، بس بما أنه هاد قرار حضرتك أنا بحترمه. بس أنا بتمنى أنه حضرتك تعيد النظر بهالقرار وبأسرع وقت. مولاي، مولاي مريم، تعالي لعندي. يا حبيبة قلبي، يا روحي، عدي جنبي عدي. بابا، أنا إمتى رح شوفها لعمتي؟ إمتى رح ترجع من قدرنا؟ أنا هلأ ببعت لها خبر إنه بكرة ترجع لهم. أخيراً السلطانة رح ترجع؟ شو وضعها هلأ؟ إن شاء الله تكون تحسنت. تعرف خديجة كتير زعلت على مولاتي. بيان ما تركتها أبداً، وأكيد وجودها جنبها ساعدها كتير. عمتي بيان رح تجي لعنا بابا؟ المرة الماضية ما شبعت منها، جيت لعنا شوي وراحت فوراً.